ديماري. راه ملي كتبغي ديماري كتبقى تنقص، الا لاحظتوا الطوموبيل شتيها في المستوى الاول كتبقى تنقص الا كانت بروميير. ورحمه الله متابعي قناه عبدو لتعليم السياقه، كنشكركم على التفاعل وعلى الدعم اللي كتدعمونا وعلى هذا البارطاج اللي كتبارطاجيو، وكنشكروا اي واحد متفاعل معنا، وكنشكروا اي واحد عاود كيعاير فينا هنيه هنيه. غير للعلم الاخوان، انا كنعطي دروس في تعليم السياقه على السياره، كنعطي للناس المبتدئين ومقبلين على اللي يدوزوا الامتحان. انا ما كنعلمش الناس اللي كيسوقوا، وكما قريت بعض التعاليق ديال بعض الناس كيسوقوا، انا هنا ما كنعلمش الناس اللي كيسوقوا. اللي كيسوق الله يوفقه، وان شاء الله الله يبعد ليه البلا ديال الطريق ان شاء الله. حنا هنا غير باش نساعدوا الناس اللي مقبلين، شوف شنو كنقول، الناس المقبلين باش يدوزوا الامتحان ديال الرخصه. علاش؟ لان الناس ما شوف راه ما خصناش نقولوا ذاك المثل ديال اللي قطع الواد نشفوا رجليه، راه كاملنا كنا مبتدئين، وكاننا كنا كنقولوا لومبرياج كيفاش كنتعاملوا معاه، وكذلك الفران وكسيراتور وهذه، يعني لا داعي للتناقضات. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم، وغادي نكملوا كذلك الدرس ديال هذا الفيديو هذا اللي حطيت مؤخرا، غادي نكمل لكم ملي غادي نقلعوا المستوى الاول والطريقه باش ندوزوا المستوى الثاني، يعني المستوى الاول المستوى الثاني يعني البروميير الدوزيام. وكذلك غادي نوريكم كيفاش الى وقفنا في الطوموبيل في العقبه كيفاش الطريقه باش نقلعوا ان شاء الله بحول الله بلا ما ترجع لنا اللور، باش ما تقيس حتى شي واحد. بقاو معايا تابعوني السياره باش نعاود نرجعوا الكلام اللي داز من قبل، لان يعني انا قريت بعض التعاليق ديالكم، بزاف ديال الناس ما فهموش الطريقه اللي درت باش نقلعوا. وفي نفس الوقت غادي نوضحوا لبعض بعض الناس اللي قالوا لي ان ديك الطريقه ديال لومبرياج راه غلطه. غير الذكر الاخوان هو انه قرب عافاك الكاميرا لهنا، كاين اللي قال لي بان ملي كنبركوا على لومبرياج، ملي كنبركوا على لومبرياج هكا قرب عافاك لهنا، ملي كنبركوا على لومبرياج بحال هكذا، قال لي ملي تبغي تهز رجلك على لومبرياج خص هذا القدم هذا يكون منزل في الارض ونهزوا رجلينا هكذا. هذه الطريقه هذه راه خاطئه، غنقول لكم علاش خاطئه. انا غادي نعوج رجلي شي شويه هنا باش يبان لكم في الكاميرا لومبرياج، وللذكر ان لومبرياج كنبركوا عليه بهاد لابارتي هادي ديال الرجلين، يعني بالصبعان ديال الرجلين كنبركوا على لومبرياج. الا بركنا على لومبرياج هنا، خليت هنا، انا ما باركش هنا باش يبان لكم لومبرياج، باش تفهموا الطريقه باش تتعاملوا مع لومبرياج. الا خليت رجلي هكذا، انا نبرك على لومبرياج، هانتوما واش كتشوفوه، انا نبرك على لومبرياج، شوفوا عافاك قرب، شوفوا الطريق. الا خليت رجلي على القدم هنايا، القدم منزل، ونجي نهز رجلي على لومبرياج وانا خلي القدم منزل في الارض، شوفوا لومبرياج فين كيتحرك. انا كنهز لومبرياج، انا كنتهز لومبرياج، كيولي شوفوا الى لاحظتوا انا هزيت لومبرياج، شو ما بقاش في الراس ديال الرجلين. وباش نقول لكم بان راه بزاف ديال المبتدئين راه كيجيهم صعيب في المدينه، والمدينه راه كنزيدوا ملي كنبغيو نزيدوا كنرخيو لومبرياج للنص، وملي كنبغيو نوقفوا بلومبرياج والفران كنعاود نتكيو. تخيلوا الا كنتو مثلا في المدينه وبغيتو تهزوا رجليكم على اللومبرياج وخليتي القدم منزل هنا وهزيتي رجلك على اللومبرياج، واحد الساعه وخصك توقف كيولي الرجل ديالك كيدخل لداخل ما كتحكمش في اللومبرياج مزيان. يعني انا كنوصل هذه الرساله هذه الناس اللي كيقولوا ان خص الا بغيتي تهز رجليك على اللومبرياج خصك تخلي القدم، لا، شوفوا الا بركنا على اللومبرياج بالصبعان وهزينا وبركنا عليه، في اللحظه ملي نبغيو نهزو رجلينا على اللومبرياج باش تقلع الطوموبيل خصنا هذا القدم هذا نهزوه واحد شويه، ما يبقاش قيس في الطابي ديال السياره، نهزوه واحد شويه ونهزو رجلينا بهذه الطريقه كما كتشوفوا. ملي كنبركوا على اللومبرياج كنعاودوا نبركوا ونحطوا رجلينا في اللحظه ملي، لان ملي كنبغيو نوقفوا راه ضروري كنبركوا على اللومبرياج والفران. ملي كنبغيو نوقفوا كنبركوا على اللومبرياج والفران، ملي كنبغيو نزيدوا كنحيدوا رجلينا على الفران، لان بزاف الناس قال لك ملي نحيد رجلي على الفران واش نكسيري. راه الذكر راه اغلب السيارات ما عدا ليسانس، بحال دابا اللي عندهم السيارات ليسانس طوموبيلات ليسانس، خص ضروري في اللحظه ملي تحيد رجليك على اللومبرياج على الفران، سمحوني، ملي تحيد رجليك على الفران غديروا فوق كسيراتور وتكسيري واحد شويه وتهز رجليك على اللومبرياج النص وتخلي الطوموبيل حتى كتقلع. اما بالنسبه للسيارات اللي هما مازوت، السيارات اللي هما مازوت راه واخا ما تكسيريش الا كانت في الطريق واطيه، يعني ماشي عقبه ولا، راه واخا ما تكسيريش راه غير تهز رجليك بهذه الطريقه للنص لومبرياج للنص، واخا ما تكسيريش راه كتقلع الطوموبيل.
راه كنظن بان راه مفهوم هادشي اللي كنشرح. غير واحد الحاجه اللي مهمه بزاف هو اننا نثبتوا مزيان على الطريقه باش نهزوا جنينا على لومبرياج. وغير الذكر ان منين بغيو نوقفوا ضروري لومبرياج ديال القاع والفران، ضروري لومبرياج والفران. غادي ان شاء الله غادي ندير معكم شي شويه تطبيق الطريقه باش كنوقف وكنزيد. غادي نتوكلوا على الله قدامكم. دابا انا غادي نحط راسي في بلاصتكم، ما عمري ما سكت. ملي غادي نطلعوا للسياره غادي نعاود نفس الكلام ان شاء الله. ملي غادي نطلع للسياره كما قلنا راه غادي نقادوا الكرسي ديالنا ونقادوا المرايات ونديروا حزام السلامه ديالنا ونديماريو الطوموبيل. ولكن قبل ما ديماريو الطوموبيل اللي بغيت نوضح لبعض الناس، عافاك قرب لهنا قرب. ملي تدخلوا الطوموبيل تبغيو ديماريو خص ضروري تشوفوا واش في بوامور ولا ماشي في بوامور. علاش؟ لان الا كانت في بروميان، شوفوا الا كانت هي في بروميان وجيتي انت وبغيتي ديماري وهي ماشي في بوامور، فراسكم الطوموبيل شنو كيوقع؟ زيد ليهن باش نوضحوا للناس شنو كيوقع الا خليتيها في المستوى الاول ما كانش في بوامور وكديماري. راه ملي كتبغي ديماري كتبقى تنقص. الا لاحظتوا الطوموبيل شتيها في المستوى الاول كتبقى تنقص الا كانت في بروميان. يعني حنا كنحاولوا اننا قبل ما نديماريو خصنا نديرو بوامور، نديرو بوامور عاد نديماري. ولا لاحظتوا منين هي بوامور غنديماري الطوموبيل واخا ما دير والو في رجليك، ما تكسيري ما تكي على لومبرياج ما والو، غنديماري الطوموبيل. ها هي ديمارات. دابا ملي نبغيو نزيدو قلت بان خصنا نبركو على لومبرياج حتى القاع ياك، ونبركو على الفران. كاين بعض الناس قال لك علاش كتبرك على الفران؟ كنبركو على الفران باش الا كانت الطوموبيل في ديك الوضعيه اللي كانت واقفه فيها، الا كانت واقفه في العقبه او لا في الحدوره، في اللحظه ملي كنحيدو الفران ديال اليد كتبقى الطوموبيل واقفه في بلاصتها ما كتحركش نهائيا. يعني ها علاش كنبركو على لومبرياج؟ لان بزاف الناس قالوا لي علاش ملي بغيتي تقلع بركتي على الفران؟ راه ما خصكش تبرك على الفران، خصك غير دير لومبرياج وتقلع. لا، راه انا هنا كنوري للمبتدئ، اما اللي كيسوق راه كل واحد كيسوق بالطريقه ديالو، ولكن انا كنعطي المعلومه اللي هي صحيحه. يعني كنبركو على لومبرياج. عرفتي علاش كنبركو على لومبرياج؟ باش كندوزو المستوى الاول، وكنبركو على الفران باش في اللحظه ملي كنحيدو رجلي اسمح لي كنحيدو الفران ديال اليد الطوموبيل كتبقى بلاصتها. لان راه ماشي دائما كتوقف الطوموبيل، ماشي دائما كتوقف الطوموبيل في البلاصه يعني واطيه. راه ضروري توقف اما في الحدوره او لا في العقبه. مازال الا كانت في الطريق واطيه راه الطوموبيل اللحظه ملي كتحيد الفران كتبقى بلاصتها. ولكن تخيلوا الطوموبيل انها واقفه في العقبه ولا الحدوره، يعني ملي نبغيو نقلعوا لومبرياج الله يخليكم، لومبرياج هو الاول في القاع. شوفوا انا نبغي نبدا لومبرياج هو الاول والفران ثاني، وكنعدلوا المستوى الاول يعني كنعدلوا بروميان، وكنحيدوا الفران ديال اليد. فهاد المهمه هادي ملي كنحيدوا الفران ديال اليد هذا هو الدور ديال الرجل ديال الفران. علاش بركنا على الفران قبيله؟ باش ملي كنحيدوا الفران ديال اليد وكنا واقفين في الحدوره ولا كتبقى الطوموبيل واقفه في بلاصتها. دابا غادي نقلعوا ان شاء الله. انتم كتشوفوا بان رجلي على لومبرياج ديال القاع ورجلي على الفران. غير الا لاحظتوا بان الرجل ديال الفران هذا اللي بارك عليه على الفران ميل شويه. عرفتوا علاش ميل؟ باش في اللحظه ملي تبغيو تقلعوا كتحيدوا رجليكم على الفران، ماشي تهز رجليك وتحطها هكا، لا، كتخلي القدم منزل في الارض، وفي اللحظه ملي تبغي تقلع كتهز مباشره غير الصبعان ديالك وتديهم الجهه ديال الاكسيلاتور. إلا كانت عندكم إيسانس كتكسيري شويه وتحيد رجليك على اللومبرياج النص، هي بدات الطوموبيل دابا كتمشي، هي بالنص، وتكسيري شويه وتخلي اللومبرياج في النص. إلا لاحظتوا حنا بدينا كنتحركوا بالسياره ديالنا. علاش؟ لأن رجلي مازال في النص. في اللحظه ملي كتقلع الطوموبيل كتشوفوها بأن ماشيه في الطريق، كتحيد رجليك على اللومبرياج وتحطوه هنا في الجنب، ماشي هنا، يعني ما كنحطوهش هنا، كنحطوه هنا في الجنب. وكنكسيريو شويه، كتكسيري شويه. دابا غادي نعدلو، يعني منين بغيو ندوزو من بروميان للدوزيام اشنو كنديرو؟ كنكسيريو شويه، نعمرو شويه الموتور، وكتكي على اللومبرياج. في اللحظه ملي تكي على اللومبرياج كتحيد رجليك على الاكسيلاتور، ماشي كتحيدو تحطو هكا، لا، كتهز غير الصبعان ديالك وكتجي للفيتاس وكدوز دوزيام، كدوز دوزيام ديالك وكتجي كتهز رجليك على اللومبرياج النص، وانت في نفس الوقت كتكسيري. في اللحظه ملي تجي تهز رجليك على اللومبرياج كتبقى تكسيري، كتكسيري بشويه بشويه الى حتى كتمشي الطوموبيل وحيد رجليك وردها. هذا هو المستوى الثاني. دابا حنا ماشيين بالدوزيام. في اللحظه ملي نبغيو نوقفوا كنبركوا على اللومبرياج تلقى الفران بشويه
هكذا كنوقفوا. دابا راه وقفنا بالسياره لومبرياج القاع والفران، هذه هي الطريقه باش كنوقفوا. يعني ملي تبغي توقفوا، ملي تبغيو توقفوا لومبرياج القاع والفران، راه هذه طريقه باش توقف اي سياره ما عدا اذا كانت اوتوماتيك. يعني كتبرك على لومبرياج القاع والفران بشويه وكتمشي لبواطا فيتاس، يعني هاد الكاخه هادي بواطا فيتاس، وكنعملوا بوامور، يعني كنردوا البوامور وكنطلعوا الفران ديال اليد بلا بوطونه، ماشي بالبوطونه، كنطلعوا الفران ديال اليد هكا. من بعد ملي كدير بوامور وتطلع الفران ديال اليد، صافي كتحيد رجليك وكتبقى الطوموبيل امارش. كما كتعرفوا الاخوان، هذه هي الطريقه باش كتوقف. انا وريتكم غير المستوى الثاني كيفاش غدوزو، يعني كتبرك على لومبرياج وتحيد رجليك على اكسيراتور ودوز الفيتاس ديال وتهز رجليك على لومبرياج بشويه بشويه بشويه، وفي نفس الوقت انت كتكسيري. مازال ان شاء الله غادي ندير كاميرا اخرى باش نصور لكم في نفس الوقت الرجلين مع بواطا فيتاس وكذلك مع المقود كيفاش تحكموا، ان شاء الله نجمعوا فيديو واحد. كما شفتوا بان انا مازال رجلي كما وقفت، علاش ملي وقفت ما حيدتش رجلي؟ عرفتوا علاش ما حيدتش رجلي؟ لان خصني ضروري، لان راه عدلت المستوى الثاني، يعني درت دوزيام، خصنا نردو البوامور، يعني قبل ما نحيدو رجلينا على اللومبرياج اولا الفران، نديرو بوامور ونطلعو الفران ديال اليد بلا بوطونه. عندكم الفران ديال اليد ملي تبغيو تهبطو كتكي على البوطون شويه وتهبطو، ولكن ملي تبغي تطلع الفران ديال اليد بلا بوطونه هكا، يعني كنديرو بوامور الفران ديال اليد وكنحيدو رجلينا وكتبقى الطوموبيل امارش. من بعد كنسكتو. وهذا هو الدرس اللي عطيتكم ان شاء الله اليوم. كنتمنى من عند الله انه يعني تكون واحد النسبه ديال المعلومه وصلت. مادا بيا ان توصلكم غير 30% ولا 40%، مادا بينا ان شاء الله. ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو باش اللي محتاج هذه المعلومات، لان هذه المعلومات للذكرى الاخوان. هذه المعلومات راه كنعطيوهم للناس اللي مبتدئين، راه ما كنعلمش انا هنا الناس اللي كيسوقوا اولا جايين بان على الناس اللي ما كيسوقوش ولا لا، بالعكس. انا المهنه ديالي سياره التعليم، يعني مدرب في تعليم السياقه، كنحاول ما امكن، لان الناس طلبوا قالوا عافاك قد حطنا شويه الفيديوز وهذه، ونضت وكنحط لكم هذه المعلومات هذو وهذه الدروس. ما تنساوش غير دعمونا شويه وبارطاجيو الفيديو ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله.